بس يحبني زي ما بحبه. لا 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 نص، لا بصي ربع. المهم اخد مكان في قلبه وخلاص بقى يا سوى. لا خلاص شوفوا لي صرفه، هاتوا لي كل دكاتره القلب يا ناس، قلبي ما بقاش في مكانه، بحبه قوي يا سوى. منال منال يا حبيبتي، الحب ما يبقاش كده، اتقلي شويه. مش قادره يا سوى، اصلك ما شفتيهوش ما تعرفيهوش يا سوى. بحبه قوي. بلاش بلاش اهو بلاش، انا اسفه والله معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بلبلة. اهلا 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 حبيب عمو رياض باشا الزلابطة. ايه حلاوة دي؟ ايه طعامة دي؟ ها يا سيدي قولي عامل ايه النهاردة؟ الحمد لله كويس، انت اللي عامل ايه؟ الحمد لله يا بلبلة كويس. قوليلي حصل حاجة تانية ما بينك وما بين ماما؟ لا والله ما شفتهاش النهاردة خالص. وحتى لو شفتيها انا واثق انها مش هتضايقك تاني، اصل انا كلمتها وهديتها خالص، فهمتها ان انا سعيد جدا معاكي ومرتاح. بصي بقى احنا لازم نبقى حريصين جدا قدامك، لازم نبين ان احنا في قمه السعاده والفرح. انا فعلا مرتاحه، كفايه حنيتك وذوقك معايا انا واولادي. انا حاسه ان اخويا معايا فعلا، بيخاف عليا وعلى اولادي وبيدافع عني. هعوز ايه تاني عشان احس اني مرتاحه؟ طب يلا يا ست ام رياض، يلا قولي لنا بقى محضره لنا اكل ايه النهارده. ادخل انت غير هدومك وانا هحضر لك الاكل. عامله لك ملوخيه بالارنب النمائيه، هتاكل 7 كرة. لا ده انت جوعتيني قوي. ما انا قصدي عشان تاكل بنفس. خلاص انا هقوم اغير هدومي بسرعه، بس على شرط الولاد ياكلوا معايا وانا اللي هاكلهم بنفسي، مش كده يا عم رياض؟ اتفقنا قبل كده ان الطالب بيتخرج من الجامعه ودماغه تقريبا شبه فاضيه، وانت قلتي لي مش كلهم. تمام تمام يا بابا. أنا بقى قلتلك إن مصر محتاجة لكل طاقات ولادها، لأن الشباب هم المستقبل وهنا الخطورة. معايا؟ معاك يا بابا، بسمعك أهو. يعني مثلا جهة معينة طلبت خريج جامعة في تخصص معين، المطلوب منه مش إنه يقوم بمهام وظيفته بس، لأ، إنه يبتكر يجدد، وده مش هيحصل إلا إذا كان دماغه مليانة، ودماغه مش هتبقى مليانة إلا إذا كان حابب اللي درسه. في الغرب بقى فهموا ده ونفذوه، وهو ده سبب تقدمهم. تفتكري ده بيحصل عندنا؟ لا طبعاً، أنا عمر ما حد سألني إذا كنت بحب المواد المقررة عليا ولا لا. هما بقى ما بيسألوش، هما بيراقبوا ويفهموا ويوجهوا. كل واحد فاهم مهمته كويس وبضميره الصاحي بينفذها من غير ما يطلب منهم. وهي دي يا بابا مهمة المدرس؟ تمام كده. طب وعلى كده بقى انت وماما بتعملوا ده؟ لا طبعا، عشان نظام التعليم عندنا كل واحد مننا بيقوم بالمطلوب منه بس عشان نضمن مرتبنا. طب يا بابا بما ان ده رأيك، ليه ما بتحاولش توصله للمسؤولين؟ اوصله للمسؤولين؟ صوتي ما يوصلش للكبار. تفتكري مدرس غلبان زي حالاتي الوزير فاضي عشان يسمعه؟ حتى لو سمعه الوزير نفسه فاهم اللي انا بقوله ده اكتر مني. يعني خلاص يا بابا مفيش فايده؟ لا في طبعا. امتى؟ لما نتعرض للخطر. الخطر بيصحينا، بيكسر شرنقة التواكل واللامبالاة وتوقف العقل اللي عشنا فيها ولفناها حوالينا، أحيانا بإرادتنا وأحيانا بتتفرض علينا. المهم إنه عند مواجهة الخطر بنكسر الشرنقة دي، وبيظهر للعالم طاقات مارد جبار عمره 7000 سنة تحضر وإبداع بيوصل لحد الإعجاز. وده طبعا اللي حصل في حرب 73 وحقق لنا النصر. بالظبط كده، وكان لازم نتعامل في كل اوجه حياتنا من المنطلق ده، لكن للاسف دخلنا تاني شرنقة التواكل واللامبالاة وتوقف العقل، مع ان الخطر قريب قوي مننا، ده جنبنا على طول.
المشرط بقى اللي هيكسر الشرنقة دي في ايد الرئيس. يا بابا هو الرئيس بس هيعمل ايه ولا ايه؟ ده قدره، احنا كمان اتعودنا على كده. الرئيس بيحب بلده وبيعشقها وبيحب امته العربية، واكيد هيعمل كده. عشان كده بقولك في امل، اكيد في امل. يا أميمة مالك؟ مش عارفة افتح لك يا أما، الراجل الدون قافل علينا بالمفتاح من بره. ازاي وليه؟ ضربني يا أما، موتني من الضرب، عاوز ياخد مني فلوسي. ولما جاء عبد الرحمن يحوش عني نزل في ضرب لحد ما كسر له دراعه. قلت له هشتكيك في الاسم، قام خد الواد وقفل علينا بالمفتاح. وقعت ابوه صادا للادي، قردنا بالهم والهم ما رضوش بينا. انا هشرادك للادي يا توفيق. لا مؤاخذه انا اسفه. ما تاسفيش ولا حاجه، انا سامعه كل اللي حاصل، بس طبعا مش قادره اتدخل لان دي مشاكل عائليه. طب يعني ينوبك سوا فينا؟ ما لاقيش حاجه عندك يا اختي افتح بيها الباب. عناية بس حاجة زي ايه؟ يعني شاكوش، ايد هون، حتة حديدة، اي حاجة بس اكسر بها الباب. حاضر حاضر دي واحدة. كتر خيرك. ما تخافيش، انا هفتح الباب واروح اجيبه من قفاه وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. بس خليكي بس هادية كده ما تعيطيش. ده ازاي بس يا اما؟ ده مقطعني من الخرطوم يا اما. ليلته اسود من قرن الخروب. خد بالك كده جربي كل دول. كتر الف خيرك يا اختي، كتر خيرك. انا معاكي. ماما جاي مع عبد اخويا متلبس ايه؟ صحيح يا محمد؟ والله شفتهم من البلكونه. اما اما ايوه المخفي جه ومع عبد الرحمن. طب اسكتي وسكتي العيال. حاضر يا اما. متشكره قوي، كتر خيرك يا حبيبتي. خشي انت بقى شقتك واقفلي عليكي الباب. حاضر حاضر. الله الله الله، انت شرفتي. افتح الباب افتح الباب، لان هيبقى لنا كلام تاني جوه بدل ما نعلي صوتنا والجيران فوق يسمعونا. افتح الباب، ده انا هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. افتح الباب. عبدو حبيبي سلامتك يا نور عيني. ماما انا كويس، المهم انت وصلت بيك البجاحه والتناحه انك تقطع جسمها بالخرطوم وتكسر دراع ابنك يا ظالم. بصي بصي يا ام عمل فيا ايه. ايوه بصي بصي يا ام عمل فيا ايه، وما جبتيش امك تبص ليه وانت بترد عليا وبواقف فيا بقى. عاوز تاخد فلوسي وشقايا وتروح تتصرمح بيهم واسكت لك. انت بتاخدي وتدي معاه في الكلام ليه؟ ما الباب اتفتح اهو، اجري روح القسم عشان تعملي له محضر عشان يتقدم. اما اني كليه خربت بيوت بصحيح. قطع لسانك من لغلوغه، انا خربت بيوت يا توفيق يا ابن سعدة. بقولك ايه، اذا كان البيت ده مفتوح لحد دلوقتي وهي صابره عليك لحد دلوقتي يبقى انا السبب. صحيح اللي اختشوا ماتوا، ده انت بتاكل في قده محلوله، هي بتصرف عليك شويه وانا بصرف عليك شويه، والدم الاحمر ما بقاش على وشك. ايه انت لسه واقفه؟ ما تروحي يا بنت تغيري هدومك وتنزلي تعملي له محضر في القسم عشان الحكومه تاخد لك حقك. وراحت وراحت واشتكيته ووريت لهم جسمها ودراع الواد، وبعدين عملنا له محضر وجابوه وكتبوه تعهد انه ما يمدش ايده عليها تاني ولا يضرب العيال بالطريقه دي ابدا. ده تضربه في قلبه. كويس انك عملت كده. امال ما هو العيل عيلك لحد ما يجرى له حاجه يبقى ابن الحكومه، وده راجل بقى ان قدر ما يعفيش لازم يبقى فيه حاجه يخاف منها عشان ما يعودهاش تاني. انا بقى هبقى مرتاح لانه راجل يخاف ما يختشيش وحيترعب لو هوب ناحيتها.
مية مية يا فاطمة، عشرتك معايا جابت نتيجة، بقيت قروبة. الدنا غالي يا ست سراي، ربنا يخليها لك وتفرحي بولادها يا رب. أمين يا رب. قومي قومي قومي، اغسلي وشك وغيري هدومك ونامي عشان ترتاحي، باين عليكي تعبانة قوي. ده أنا زي ما أكون كنت بحارب. ده أنا عقلي كان هيشت لما اتأخرتش، أقول يا رب الست دي راحت فين، ومعرفش تليفون بنتك عشان أكلمك هناك، وعارفة إن أنت ما بتباتيش عشان المخفي اللي ما يسمى جوزها هناك ده. اسكتي، ده أنا كنت في موال، ده أنا حتى ما جاش على بالي أتصل بيكي وأطمنك. أنا مش فاهمة ما طمنتنيش ليه، ده أنا كنت أصح سامي يدور عليك. لا الحمد لله اللي ما صحيتهوش، حرام ده بيقوم من النجمة يا أختي يروح الكلية بتاعته، ربنا يعينه. معقولة يا سلوى؟ ايه التأخير ده؟ أنا بقالي ساعة واقف مستنيك هنا. معلش يا حسام، الطريق النهاردة زحمة قوي. طب بصي بقى، أنا عاوز أقول لك كلمتين كده بس، مش هينفع في وسط الجامعة يعني. يا سلام، هو إيه اللي هيمنع يعني؟ لا ما هو إذا رفضتي أنا هعلي صوتي في وسط الجامعة وهلم عليكي كل الدكاترة والطلبة. بصي يا بنت الناس، هما كلمتين اسمعيهم وبعديها بيرفضيني أو يقبليني، وإذا رفضتيني صدقيني دي هتبقى آخر مرة أكلمك فيها في الموضوع. أنا أول مرة أعمل حاجة وأنا متأكدة إنها غلط ومش هقدر أحكيها لحد. سامحيني بس أنا كان لازم أكلمك، حتى لو ما كلمتنيش تاني، بس ما تبعديش عني وأنت كرهاني. طب اتفضل اتكلم بس باختصار، لأني مش عايزة أفضل هنا كتير. أنت عارفة أنا ونبيلة عايشين إزاي؟ ما يهمنيش أعرف. إخوات؟ نعم والله العظيم ثلاثة اخوات، ومتفقين على كده من الاول، لان كل واحد فينا عارف ان التاني مغصوب عليه. يعني هي كمان مغصوب عليك؟ طبعا نبيلة مفيش جواها ولا في قلبها غير رياض الله يرحمه، وعايشة ومخلصة له، وهتفضل عايشة ومخلصة له طول حياتها. امال ما قالتش لا ليه على الجواز؟ لان امي ضغطت عليها بنفس اسلوب ضغطها عليا. ازاي؟ هددتها انها تحرمها من التعليم هي كمان؟ لا هددتها بعيالها بوعدهم في الشقة وبالصرف عليهم، لوصلت انها هددتها بالإساءة لسمعتها. معقولة؟ في حاجة كده في الدنيا؟ انا لما قلتلك ان امي جديدة ما صدقتنيش، واتهمتيني بالتراجع وبان انا ما ببصش غير لمصلحتي وبس. يعني افهم من كده انكم متجوزين مجرد صورة؟ لو مش مصدقاني انا مستعد اجيب نبيلة تقولك الكلام ده. لا طبعا لا يمكن، ما اقدرش اتكلم معاها في حاجة زي دي. انا مستعد اقولها اني بحبك وقابلك بيها على هذا الاساس. بني؟ ايه؟ وانا عشان اول مره اقولها يعني عايزه تفهميني ان انت ما حسيتيش بيها قبل كده ولا ايه؟ انا انت حب عمري كله، لا حبيت ولا هحب ابدا واحده غيرك. ارجوك يا سلوى ما تمشيش عشان خاطر، حتى لو زعلت مني بلاش تسيبيني وتمشي. ارجوك يا حسام سيبني امشي. اسيب روحي ماشي، لكن اسيبك انت مستحيل. صدقيني يا سلمى انا بحبك قوي والله العظيم، عمري في حياتي ما حسيت الاحساس ده تجاه اي واحده تانيه غيرك. حسام انت دلوقتي راجل متجوز. قسما بالله على الورق وبس، ونبيله دي زي اختي وحياتك وحياه حبك اللي في قلبي، ما جمعني بيها الا حرصي على مستقبلي ودراستي وبس. واذا بدلتيني مشاعري مش هيبقى لي هدف في الدنيا غير ان انا اعيش انا وانت تحت سقف واحد، وان ولادي يكونوا مني، وهعمل كل اللي في وسعي عشان اساعدك يا سلمى. صدقيني. ونبيله؟ نبيله لرياض، حي او ميت عمرها ما هتكون لغيره. يعني ايه بقى؟ يعني هخلص دراستي واطلقها، وده مش هيفرق معاها خالص صدقيني. يعني انت مرتاحه؟ الحمد لله يا ام، ده كفايه انه حايش عني حماتي، وهو الاسم ليه يا راجل. عندك حق، مش هسألك بقى اعمل ايه مع العيال. يا سلام يا ماما، ده حنين عليهم قوي، ما هو برضو عمهم ده بيموت في المقرض الصغير ده. ربنا يهدهولك يا ضنايا قادر يا كريم. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا احمد. ايه مش عايز تسلم عليا ولا ايه؟ ولا عايز اشوفك. يوه الشر بره وبعيد، جرى ايه يا احمد؟ اساليها هي اللي ضحت بيا، وبناء عليه انا خلاص نسيت ان ليا اخت. انا عمري ما ضحيت بيك يا احمد، وما اقدرش استغنى عنك ابدا. لكن تقدري تضحي بكرامتك وتعيشي ذليله لسرايا واولادها، مش كده برضو؟ جرى ايه يا احمد؟
ايه الكلام اللي زي السم اللي عمال بتقوله لاختك على الصبح ده؟ ده مش كلام انا، ده كلامها هي. هي اللي قالت انها هتختار الذل والمهانه، وهي برضو اللي اختارت انها تمحيني من حياتها. غصب عني، انت مش حاسس بالنار اللي فيا ولا سمعت كلام اللي هي قالته؟ ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. بقول لك ايه، والنبي بلاش دموع التماسيح دي. انا قبل كده صدقتها لما مات رياض، لكن الايام اثبتت لي انها ما كانتش صادقه. انت خلاص بقيتي بتحسبيها بالماده زي حماتك اللي انت عشرتيها. انا بحسبها بالماده؟ انا؟ ايوه انت. قلت لك ارفضي وانا هقف معاكي واجيب لك حقك بالقانون، لكن للاسف اخترت الاسهل والاضمن. سيبها في حالها، حرام عليك، هتبقى انت والزمن عليها. ارحمها يرحمك ربنا. فاطمه، فاطمه. نعم. نعم. ايه طرشتي ساعه بنده عليكي؟ اصل انا كنت عند الست نبيله وكانت بتعيط ومفحومه من العياط، فصعبت عليا سيبها. ليه؟ هو حسام اتخانق معاها؟ لا، ده لسه راجعه من عند امها، بس هي اصلها يعني اخوها اتخانق معاها واداها كلام زي السم. ليه يا اختي اداها كلام زي السم؟ عشان يعني الجوازه يعني، اصله ما كانش موافق. ان شاء الله موافق، وحد خد رايه يوافق ولا ما وافقش، وهي بتعيط ليه الخايبه دي؟ الله، ما هو مهما كان برضو اخوها. يا اختي ده خوته لما تخوتها. انا مش فاهمه والله العظيم، انا ما ارتحت لما اتقطعت رجله من البيت هنا. انا مش عارفه شايف نفسه على ايه، عامل فيها كده زي ابن بارم ديله. على ايه يا اختي؟ على مكنة الخياطة ولا على رمزية جلابية؟ والنبي ده غلبان وطيب. والله ما حد غلبان وطيب الا انت. هز طول الجبين اللي فنجان قهوة لحسن مصدقها. حاضر. سبتني ليه يا رياض؟ سبتني عشان اتبهدل واتعسب؟ انا محتاجة لك قوي، محتاجة لك. ايه يا نبيل؟ قاعدة لوحدك ليه وسايبة الأولاد بره؟ ايه ده مالك؟ انت بتعيطي ولا ايه؟ لا لا مفيش حاجة. طب ممكن تقولي لي بس انت زعلانة من ايه؟ ما هو انا مش هسيبك غير لما تقولي. احمد اخويا بهدلني، قال لي كلام زي السم. احمد؟ ليه؟ عشان الجوازة اللي تمت. جوازة مين؟ جوازتنا؟ ايوه. معلش معلش يا نبيل، هو برضو اخوكي وانت تهميه، عايز يشوفك في احسن حال، عمره ما يحس بالضغوط اللي احنا حسينا بيها يا نبيل. ويا ستي حقك عليا، انا اعتبريني مكان احمد، اي حاجه تحتاجيها منه كاخ انا هقدمها لك. ربنا يخليك لي يا رب ويريح قلبك. بس ده مش معناه انك انت تقطعي صلتك بيه، لا، لازم تكلميه وتحاولي توضحي له الصوره، وانا كمان يا ستي هكلمه عشان ما تخسريهوش يا نبيلة. ده الأخ عمره ما بيتعوض، عمره. عارف يا باسم، أنا شفت النين مليون مرة بس عمري ما حسيت إنه حلو قوي كده. فعلا النيل ده شيء عبقري. باسم، أنا عايزة أعترف لك بحاجة. اسمك سوفا. ليه؟ ما تكسفيش، تكلمي قولي. باسم، أنا بحبك. طب ما أنا عارف. عارف؟ من إمتى؟ يعني من يوم ما حبيتيني. طب وأنت؟ أنا إيه؟ مش فاهم. يعني شعورك ناحيتي إيه يعني؟ والله أنا ما أنكرش إني ابتديت أتشد لك. بجد يا باسم؟ مش عارف، فيكي حاجة غريبة كده مخلاني مشدود ليكي. يمكن اهتمامك بيا مثلا، يمكن إنك بتنفذي لي كل حاجة بطلبها منك، استسلامك ليا، الحاجات دي كلها خلتني أتشد لك. أنا أصلي أهم حاجة في البنت اللي بعجب بيها إنها تكون مطيعة، تنفذ لي كل أوامر من غير أي كلام. لكن بقى البنت اللي تقول لي لا دي تلاقيني كرهتها وفورا. وانا عمري والله ما هرفض لك طلب، انت تأمرني وانا انفذ. طيب ارمي نفسك في النيل بس كده. عينيا.
الله الله، استني استني، انت هتعملي ايه يا مجنونه؟ في ايه؟ قولي لي بقى، انت على طول كده مندفعه في مشاعرك؟ ابدا والله يا باسم، ده انا اول مره اتدهول على عيني بالشكل ده. باسم انا بحس معاك بالامان قوي، زي الطفله اللي في حضن ايه؟ في حضن ابوها مثلا؟ مش قصدي طبعا، بس بحس فيك برجوله كده وحزه نفس وكبرياء عمري ما شفتهم في حد قبل كده. كل اللي عرفتهم يا باسم كانوا يتدلقوا كده من تاني قعده، ويقعدوا بقى يقولوا لي في اسطوانات بحبك وبموت فيكي. هقول لك ايه؟ هيافة. بس يوسف، حسام بره. مالك مكشره كده ليه؟ لا ابدا، بس من فضلك تخرج لهم. الله، ايه الحكايه ماجده؟ في ايه؟ سلوى وحسام قاعدين مع بعض بره، الظاهر كده ان الميه رجعت لمجاريها بعد رجوع الدراسه. الموقف كده بقى سخيف قوي، ده راجل متجوز. متزعلش مني يوسف، لو بيلعب ببنتي انا مش هقدر اسكت. ماجده، سلوى بنتي زي ما هي بنتك بالظبط، اطمني ما تخافيش، انا هتصرف. اهلا يا حسام. اهلا يا بابا، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، وحشني قوي. كنت وحشتك، كنت سألت. اقعد يا بابا. ما هو انا دايما بتصل، بس انا يعني كنت محرج ان انا اجي. ممكن تعملي لنا كوبايتين شاي من ايديك الحلوه؟ من عينيا يا بابا، مش بس من ايدي. عامل ايه يا حسن؟ الحمد لله يا بابا، كويس. ازاي نبيله والولاد؟ بخير، بيسلموا على حضرتك كتير. ما جبتهمش معاك ليه؟ هبقى اجيبهم المره الجايه ان شاء الله. أنا شايف إن الأمور رجعت طبيعية بينك وبين سلوى. عادي يعني يا بابا، إحنا زمايل وبنشوف بعض في الجامعة. أنت كنت وعدتني إنك تبعد عن طريقها. أنا بحذرك يا حسام، أنت عارف كويس معزة سلوى عندي قد إيه. أوعى أوعى تفكر تلعب بمشاعرها أو عواطفها. بابا اعفيني من التفاصيل، لانه لا وقتها ولا مكانها، وانا اوعد حضرتك ان انا هقول لك كل حاجه في الوقت المناسب. كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي ان قسما بالله العظيم انا عمري ما هاذي سلوى ولا العب بعواطفها ولا اضحك عليها، وانها في عينيا من جوه، وان انا لسه عندي وعد ليك. هو ده اللي انا كنت عايز اسمعه منك. مش مصدقه نفسي اني قاعده معاك لغايه دلوقتي. ليه يعني؟ عادي. عارف يا باسم، وانا معاك بحس اني في دنيا تانية خالص، غير اللي الناس دي كلها عايشين فيها. منال، انت بتسقطي كتير ليه؟ انت ما بتذاكريش؟ ايه اللي جاب السيره دي دلوقتي؟ يعني انا اصلا ملاحظ انك مش مهتمه بدراستك خالص. لا ابدا، انا بس اصلي. اصلك ايه وبتاع ايه؟ انت ما بتذاكريش صح ولا لا؟ طب خلاص، اوعدك من هنا ورايح اذاكر. طالما انت عايزني اذاكر هذاكر. انا عايز منك اللي المفروض تعمليه. انت لسه تلميذه، يعني شغلتك هي المذاكره. ايوه يا عم ليك حق، ما انت بتاعك جيد جدا. طب يلا يلا يا جدعان، انت كمان بقى وذاكري كويس عشان تنجحي وتجيبي جيد جدا زي. اوعدك هموت نفسي في المذاكره عشان خاطرك انت بس. عادي يعني، الموضوع ده اصلا مش فارق معايا خالص. بس عليك يا باسم، انت مش فارق معاك مستقبلي؟ لا انا اصلي بصراحه شايف ان في حكايه المذاكره دي بالذات كل واحد مسؤول عن نفسه. وانا نفسي ابقى مسؤوله منك في كل حاجه. على فكره منال، انت هايفه ومجنونه. ما قلت لك قبل كده مجنونه دي. قولي لي صحيح،
انت قلت لاهلك بقى انك فين دلوقتي؟ في الجامعة. بس يا عم هو ده الكلام. بس انا مش مصدق انك قدرت توصل لكل ده بالسرعة دي. يا راجل هي فين السرعة دي يا ابني؟ الحكاية بدأت من اخر السنة اللي فاتت بالظبط كده. اه صحيح، دي بقالها مدة فعلا. انا اصلي لو كنت رحت لها الجامعة ايام الاجازة كانت الحكاية هتبان وتتفقس قوي، لكن انا بقى اتقلت عليها، اديتها معاد وخلعت. اتجننت يا ابني، ولعت نار ولقيتها جايالي جري ومن اول يوم كمان. يا ابني الايه، اتاريك مش سهل ابدا. امال ايه يا ابني؟ بس تعرف يا عادل، بنتي دي لذيذه وجامده قوي بصراحه. يعني هي لذيذه بعقل. ايه الحكايه؟ تيجي تصيد ويصيدك ولا ايه؟ ها يا راجل، تصيد مين واصيد مين وبتاع؟ انت عارفني والله، شكلك انت كده لسه بتحبها. بحبها؟ لا يا عم، ده انا رميت طوبتها من زمان. اصل بصراحه بيني وبينك، افرض جت قالت لي انا بحبك انا كمان وتعالى بقى اخطبني، كنت عملت ايه انا بقى ساعتها؟ اه صحيح، كنت عملت ايه يا عادل؟ لا انا افهم بقى، الجامعه ما بتقعدش لغايه دلوقتي وكل يوم على ده الحال، سايب بيتك وطفشان. انا عايز افهم بتروح فين بقى؟ يعني هروح فين بس يا امي؟ يا بخرج مع اصحابي، يا بزور بابا احيانا، يا بتمشى شويه عادي يعني. تبقى هي اللي مزهقاك عشان كده سايب البيت وطفشان بره. انا مش فاهم انت ليه دايما بتحاولي تظلميها. والله ابدا، دي نبيله دي بنت حلال وما بتعملش اي حاجه تزعلني. وبعدين انت علي هنا قولي لي يا ماما، انت من امتى وانت بتحاسبيني كده؟ اذا كان مراتي اللي هي مراتي ما بتحاسبنيش ولا بتقولي رايح فين ولا جاي منين. مراتك اعملهم عليا يا واد، احنا دفنينه سوا. عايز تقولي انك مرتبط قوي بمراتك؟ صوت سريه، صوت سريه. في ايه؟ خضتيني، مالك يا ولي؟ انا جايه ابارك لحسام. هتبارك لحسام عليه بقى ان شاء الله. الست نبيله حامل. ايه خير؟ في ايه؟ مالكم؟ شاطر، برافو عليك. اوام اوام كده، عايزه تكتفيه. اكتف مين؟ انا مش فاهمه حاجه. اها يا اختي، اعملوها ويخيلوا. طب كنت استنى عليه بس سنه واحده يكون خلص، كان يبقى بين ايدك دي لايدك دي. يا اختي وماله، يكبر في رجليه. على رايك يا فاطمه. انتوا بتقولوا ايه؟ انا والله ما فاهمه حاجه. بتقولك مش فاهمه حاجه؟ طب يلا بينا بقى نخش شقتنا، هما يتفاهموا براحتهم. يلا يا اختي يلا. حبيب امك. هي اختي بتعمل كده ليه؟ انت متاكده انها حامل؟ اصل اللي جارلها المره دي نفس اللي جارلها وهي حامل في الرياض. هي قالت لك انها حامل؟ يعني هي كانت المره اللي فاتت قالت لي انها حامل، ولا انا اللي عرفت لوحدي؟ طب ولما قلت لها انك حامل قالت لك ايه؟ ما انا ما قلت لهاش، انا جيت جري على هنا علشان اقول لك وافرح حسام. لا شاملوا لي يا فاطمه. انا عايز افهم ده حصل ازاي. هو ايه ده اللي حصل؟ الحمل. حمل؟ حمل ايه؟ بقول لك ايه يا نبيله، ما تلفيش وتدوري عليا، ده فاطمه جت قالت لنا انك حامل. انا حامل؟ طب ازاي؟ هو ايه اللي ازاي؟ امال ده فاطمه جابت الكلام ده منين؟ هتقلف؟ والله ما اعرف جابت الكلام ده منين. استنى استنى، انا افتكرت حاجه مهمه. امبارح ده فاطمه كانت قاعده مع الولاد وانا كنت بقلي سمك في المطبخ، فنفسي غمت عليا لاني اخده برد في معدتي وجريت على الحمام. الظهر بقى هي افتكرت اني حامل وجت قالت لكم الكلام ده. يا سلام، معقول بقى انت كنت بتقلي سمك وجريتي على الحمام، اما هي شافتك جت قالت لنا انك حامل؟ هو ده كلام يخش النافوخ؟ اسمع يا حسام، انا ما اسمحلكش انك تجرحني وتتهمني في شرفي. بقول لك ايه يا نبيله، انا ما اتهمتكيش في حاجه، ده فاطمه هي اللي جت قالت لنا. هات ندى فاطمه واسالها. اسالها؟ اسالها في ايه؟ اسالها هي قالت كده ليه. يا سلام، ازاي يعني اسالها؟ ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتقسموا. وبعدين اسالها اقول لها ايه؟ ايه اللي مخليني مش مصدق انك حامل يعني؟ بقول لك يا حسام، مع اني رافضه كلامك ورافضه الموقف اللي انت حطيتني فيه، لكن اللي بيني وبينك هو التحليل. انا من الصبح هروح اعمل تحليل ورجلي على رجلك. ماشي، من بكره نروح معمل التحليل وساعتها
هنتأكد. أنا آسف يا نبيل، أرجوك اقبل اعتذاري. لا مفيش حاجة، حصل خير. طيب ممكن تقبلي عزومتي على الفطار ونكمل كلامنا عشان خاطر؟ تفضلي. أنا حاسس إن أنتي لسه زعلانة مني، حاسس بالذنب قوي، مش عارف أعمل إيه عشان تسامحيني. لا ولا حاجة يا حسام، ما حصلش حاجة، بس أنا ما كنتش أتخيل إنك تسيء ظن فيا للدرجة دي. يا نبيلة، أنتي عارفة أنا قد إيه بحترمك، بس المفاجأة شلت تفكيري، ما خلتنيش أعرف أفكر، ما بقتش فاهم أي حاجة. ما أنا فهمتك. أيوة يا نبيلة، بس الموقف ده فاطمة أهبل قوي، يعني لمجرد إنها تشوفك بترجعي تيجي تقول لنا إنك أنتي حامل وبمنتهى الثقة، طبعًا لازم دماغي تلعب بيا. أنت مش فاهم، ده فاطمة معذورة، لأن اللي حصلي المرة دي هو اللي حصلي لما كنت حامل في رياض، بس ساعتها كنت بعمل ملوخية، فهي من غير ما تفكر لما قرر ده تاني راحت وقالت إن أنا حامل. عموما أنا آسف، أرجوك اقبلي اعتذاري. لا خلاص، حصل خير. طب أموري، اطلبي أي حاجة في الدنيا وأنا أجيبها لك، يمكن أحس بالراحة شوية. خلاص والله يا حسام، مفيش حاجة، بس أنا عايزة أفهمك حاجة. أنا لو وحشة مفيش أي حاجة في الدنيا تجبرني إن أعيش معاكوا بالطريقة اللي إحنا عايشينها دي. أنا عمري يا نبيلة ما أظن إنك أنتي وحشة أبدا، ده يا ريت كل الستات تبقى في كمالك وأدبك. طب ممكن بقى نقوم عشان اتأخرت قوي على الولاد؟ إذا كان عشان خاطر الولاد ماشي، بس برضو مش قبل ما تاكلي لك حاجة، ده أنتي ما أكلتيش حاجة من امبارح يا نبيلة. إيه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خير؟ كنتوا فين؟ مشوار سري ده ولا إيه؟ لا يا أمي، مش مشوار سري ولا حاجة، دي نبيلة كانت بتعمل اختبار حمل. وحصل ايه يا أختي؟ مفيش حمل يا ماما، دول طلعوا شوية برد في معدتي. برد؟ طب يا حبيبتي بيحط البطانية لغاية زورك كده عشان ما تبرديش تاني. حاضر يا ماما، عن إذنكم. هو ايه اللي عن إذنكم ده؟ احنا مش مالين عينك يا بنت ولا ايه؟ بقى جوزك وحماتك واقفين وانتي واخدة بعضك عن إذنكم. في ايه يا أمي؟ ايه اللي في ايه؟ لا في ايه بجد يعني؟ الولاد جوه لوحدهم ودخلت تطمن عليهم، حصل ايه يعني؟ وانت محمود يا دلعادي قوي كده ليه؟ ايه عيلتك محامي عنها ولا ايه؟ خش يا نبيله جوه اطمني على الولاد. حاضر. يا سلام، ولا كبرت وبقى لك كلمه. ايه بتنصر بنت الرمزيه عليا؟ ايه جوزتلك عشان تبقى المحامي بتاعها؟ لا بقى، انا جوزتلك عشان تحكمها وتشكمها وتلمها وتلم ولاد اخوك تحت جناحاتك، مش عامل لي فيها حامل حما يا روح امك. اسمعي يا امي، نبيله اتكتبت على اسمي خلاص، ايا كان السبب اللي انت جوزتيني علشانه، وانا لو شفتها غلطت في حاجه مش هسكت لها، هكسر رقبتها قدامها، لكن اللي انا شايفه كويس قوي انها مسالمه ومطيعه وفي منتهى الادب معاكي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ اهو كده اثبت لي بقى اللي انا شاكه فيه. وايه هو بقى ان شاء الله اللي انت شاكه فيه؟ لا البنت دي بتعمل لكم اسحار، دي بتشبشب لكم يا حبيبي. بتشبشب لنا؟ اه طبعا، اصل اللي انا شايفاه ده مش ممكن ابدا، نفس الحمقه بتاعت رياض، بس رياض ده كان بيحبها 10 سنين، لكن انت اللي عصرت على نفسك شوال ليمون وجوزتها لك بالعافيه. محمول الحمقه دي ليه وبتدافع عنها ليه؟ انا مش بدافع عنها يا امي، انا بدافع عن الحق، عن اللي انا شايفه بعينيا. ست ما بتحاولش تزعلك في حاجه، بتتمنى رضاكي وبتعمل كل شيء عشان ترضيكي، ايدالك صوابعها العشره شمع علشانك، تعمل ايه الست اكتر من كده؟ الحكايه ماهيش حكايه حب ولا كره يا امي. والنبي ايه؟ خش في قلبي يا واد خش، من امتى كنت بتكلمني عن حق ومستحق؟ اه ده الكلام ده مش كلامك انت، ده كلامها هي. انا اللي بفهم في الكلام ده كويس، انا اللي هعرف اتصرف. واذا كنت بتشتغل لاولادي في الازرق، لا بقى هشتغل لك في الاسود يا بنت رمزيه جلابيه. معقوله؟ انت بتتكلم بصدق يا حسام؟ والله العظيم يا بابا زي ما بقول لحضرتك كده. زي ما بتقول لحضرتي كده يعني عايشين مع بعض زي الاخوات؟ مش زي، احنا اخوات فعلا. غريبه نبيله دي، تعرف ان كل ماده بيزيد احترامي ليها. هي فعلا تستحق كل الاحترام، بس برضو ماما مش راضيه تشيلها من دماغها، مصممه تدمر لها دماغها وحياتها. أمك دي مريضة،
لازمها علاج نفسي. انا تخيلت انها بعد وفاة رياض الله يرحمه هتعرف ان الله حق وتتقي ربنا في تعاملها مع الناس، لكن مفيش فايدة. ماما طول عمرها طبعها كده، واللي فيه طبع ما بيغيروش يا بابا. المهم خلينا فيك انت، انت شايف حياتك ازاي الايام اللي جاية؟ شوف يا بابا، امتحانات الترم قربت وربنا يسهل، وان شاء الله هكمل السنة وانا على نفس الحال، بس اول ما اخلص السنة هطلق نبيلة على طول. تطلقها؟ وهي عايزة كده؟ هي كده او كده مش فارق معاها جوازنا في حاجة غير انها ترضي امي وبس، وانا لو طلقتها هي مش هتقدر تعمل معاها حاجة، وفي نفس الوقت هسحب منها الكارت الرابح اللي كانت بتضغط عليا بيه اللي هو تعليمي. كان انت متأكد ان نبيلة مش هتحتاجك تقف جنبها؟ وجودي جنبها مش هيفرق بعد جواز او من غير، لان في كل الاحوال عمري ما هتخلى عنها ولا عن ولاد رياض الله يرحمه. انت بقيت راجل فعلا يا حسام. يعني هتديني سلوى وانت مطمن عليها معايا؟ لا، ده كلام سابق لاوانه. انجح انت بس وربنا يسهل. يا ترى مين؟ تلاقيه بابا يوسف. لا، يوسف معاه مفتاح. دي شقه الست ماجدة الشاذلي؟ ايوه. استلمي. استلم ايه؟ استني. تستلم ايه؟ اعلان يا ست هانم. اعلان ايه؟ امضي واستلمي وبعدين تعرفي. وريني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا نهار اسود، في ايه يا ماما؟ جدك رفع قضيه ضم. ما تيجي تتغدى معانا؟ لا بلاش بقى يا بابا، والله انا اتمنى، بس طنط ماجدة كده هتتضايق، هتفتكر ان انا طالع عشان سلوى. الو. ايوه ماجدة. ايه، في حاجه حصلت؟ خلاص، جالي اعلان رسمي بضم سلوى. اهدي بس يا ماجدة، خلينا نعرف نفكر. اهدى ازاي بس؟ دول هياخدوا بنتي مني. ان شاء الله هتتحل يا طنط، اهدي بس. تحل ازاي؟ احمد اللي قلته هيعمل ويسوي ما عملش حاجه خالص. احنا حاولنا نتفق ودي، لما الاجازه خلصت ولقيناهم سكتوا افتكرنا انهم تراجعوا عن موقفهم. لا، ده كده هم قاصدين يذلونا، لانهم عارفين ان الدراسه بدات، يعني عايزين يربكوا لنا حياتنا وخلاص. ما هو ما ينفعش كده يا ماما، احنا لازم نروح لمحامي كبير. انا هاخد الاعلان واروح لاحمد. احمد تاني؟ الله، احمد ما قصرش في اي حاجه، لان هم اصلا ما كانوش خدوا اجراء. يعني احنا عندنا حاجه نقف بيها قدامهم في الدعوه دي؟ ما هو لازم يبقى في طريقه نحافظ بيها على وجودك هنا. ما هو ما ينفعش تبعدي عن مامتك، ده حتى ما يرضيش ربنا. ابوس ايدك يا يوسف، اعمل اي حاجه ان سلوى ما تبعدش عني. بابا هنعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي ممكن هيتعمل هنعمله. انا عايز سيادتك تطمن خالص. ايوه بس يعني كنت عايز اعرف بالظبط ايه الموقف بالنسبه لنا وبالنسبه لهم. يعني ممكن قوي يكون موقفنا ضعيف، بس برضه عندنا المداخل نقوي بيها. انا عايز سيادتك تطمن خالص، لان القضايا اللي زي دي فيها اخذ وعطاء كتير، وبما انها بقى عندها 17 سنه فالموقف بقى لصالحنا. ممكن تتخطب او تكتب كتابها قبل ما نحكم في القضيه اصلا. يعني ده لو حصل يا استاذ ناجي يسقط حقهم في ضمها؟ اكيد طبعا، امال هيطالبوا ضمها هي وجوزها بقى ولا ايه؟ متهيألي كده حضرتك اطمنت يا استاذ يوسف. والحقيقه انا مش هطمن الا لما يصدر حكم قاطع يريحنا كلنا ان شاء الله. وانت يا استاذ احمد خلي السيده ماجدة بكره الصبح تعمل لي توكيل عشان نبتدي في الاجراءات فورا. احنا متشكرين قوي يا استاذ. شكرا لله. كده برضو يا باسم، اسبوع بحاله ما اشوفكش. اصل ايه، كنت مشغول شويه. يا سلام، مشغول في حاجه اهم مني يعني؟ بقول لك يا منال، انا ما بحبش المقارنات الهايفه دي. قلت لك 100 مره قبل كده اني بشتغل مع بابا وبسافر معاه بره كمان،
مش معقوله كل شويه تساليني اسئله البايخه بتاعتك دي. انا ما بحب الشغل العيال ده. طب ممكن اسالك سؤال تاني وما تتضايقش؟ تاني سؤال واحد بس، ليه كل ما بكلمك كانوا يردوا عليا يقولوا الرقم ده مرفوع من الخدمه؟ طبيعي طبعا طبيعي، انا اصلي لما سافرت مع بابا ماما راحت قعدت عند تيتا، فطبيعي ان احنا نرفع سماعات التليفون يعني. ده انا كنت هتجنن عليك يا باسم، تصدق ان انا كنت هروح اسال عليك في كليه ألسن؟ اوعي اوعي يا منال تعملي كده،